حول العالم. حول العالم. على فكرة هذه من اللحظات الجميلة يعني في حياة الإنسان، إنه يعني يستشعرها، إنه يشم رائحة الخبز وهو ساخن، يشم رائحة القهوة. هذه لحظات جميلة يعني في حياة الإنسان. لماذا نرغب بشراء الخبز عندما نشم رائحته وهو طازج؟ من منا لم يستهوي ولو مرة واحدة شراء الخبز بعد مروره بجانب مخبز تفوح منه رائحة المخبوزات الساخنة والطازجة؟ أو من منا لم تغره تجربة شراء فطيرة أو وجبة طعام سريعة عند مروره بجانب مطعم يفوح منه عطر المأكولات؟ كلها تجارب يومية واقعية اختبرها العديد من الناس دون معرفة السبب الكامن وراءها، باستثناء الشهية التي تثار فجأة فتطيح بكل حمية غذائية. لكن التفسير العلمي مستمعينا موجود، فقد أثبت علميا أن الروائح مرتبطة ارتباطا عضويا بجزء من الدماغ مسؤول عن التحكم بالعواطف والواقع في الجهاز الجوفي فضلا عن الذاكرة. وتستخدم الروائح بحسب الأستاذ في كلية الإعلام والتصميم متعدد الوسائط في المدرسة العليا للتعليم العالي فانر في بريدا جنوب هولندا لأغراض تجارية في متاجر عدة، على سبيل المثال لوضع الزبون في أجواء شراء. ويوضح مبتسما: من منا لم يرغب بشراء الخبز بعد شم رائحته طازجا؟ كما تستخدم تلك الروائح لأغراض طبية لفتح شهية المرضى من خلال جعلهم يشتمون بعض الروائح الطيبة، أو كطعم يساعد في التوقف عن بعض العادات كالتدخين. أستاذ فانر من طبعا كلية الإعلام والتصميم متعدد الوسائط في المدرسة العليا للتعليم العالي في جنوب هولندا، يعمل على ما اسماه نعش، يدخل إليه يخوض التجربة لاسترجاع عبر الروائح رحيل أربع شخصيات شهيرة. وهذه الشخصيات التي تم اختيارها هي الرئيس الأمريكي جون كينيدي، والمغنية الأمريكية السمراء ويتني هيوستن، ورئيس الليبي معمر القذافي، والأميرة الراحلة ديانا. طبعا هذه الشخصيات التي تم اختيارها لخوض هذه التجربة حول العالم. عموما يعني في تفاصيل في حياتنا، ولكن العلم يقف عندها ليفسرها لماذا بالفعل يحصل معنا هكذا. روائح من أكثر الأشياء تأثيرا على الإنسان. أحيانا تكون مثلا رائحة عطر معينة نتذكر هكذا، يعني عندما نشم رائحة هذا العطر يعني نتذكر الفترة اللي كنا نتعطر فيها، يمكن تكون فترة جامعة، يمكن تكون فترة كلية، يمكن تكون فترة طفولة وغيرها. من الأشياء اللي تحتفظ الذاكرة بها بقوة بشكل كبير، حتى موضوع الخبز يعني ممكن أحيانا وإحنا أطفال أو وإحنا صغار نتذكر رائحة الخبز اللي كان يخبز في بيوتنا على سبيل المثال، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرائحة المترسخة في ذاكرتنا.